معي عبر الهاتف من القاهرة الخبير في الجماعات المتشددة دكتور ماهر فرغلي. أهلا بك معنا دكتور ماهر. إذا أعلنت حالة الطوارئ، هل سيردع هذا أو سيسهم على الأقل بجعل هذه الجماعة الإرهابية تتردد في أي هجمات إرهابية أخرى؟ لم أسمع السؤال جيدا، هل ممكن أن تعيد السؤال؟ موضوع فرض حال الطوارئ في مصر الذي أعلنه الرئيس السيسي، كيف سيردع داعش من أي هجمات إرهابية في الفترة المقبلة، خاصة بأن هناك تخوف من تمدد داعش أكثر وأكثر بالمحافظات المصرية؟ كانت الأجهزة الأمنية في مصر تشكو دائما من عدم قدرتها على البدء الهجومي أو الدفاع الهجومي عن طريق اختراق هذه الجماعات وعن طريق المعلومات والتحقيق مع مشتبه بهم، توسيع دائرة الاشتباه، وكانوا يطالبون طوال الوقت بحالة الطوارئ. أعتقد أن حالة الطوارئ فرضت من أجل تحقيق هذه الأهداف، من أجل اختراق هذه الجماعات، من أجل توسيع حالة الاشتباه والتحقيق السريع. يعني على سبيل المثال، حينما تم القبض على صلاح شحاتة أحد مؤسسي تنظيم الجهاد بمصر والذي دخل واخترق الحدود المصرية من ليبيا، فشلت الأجهزة الأمنية في التحقيق معه رغم أنه كان كنزا من المعلومات، نظرا لان نيابه امن الدوله رفضت ذلك وتضاربت القوانين. هنا حاله الطوارئ سوف تفك هذا الاشتباك وسوف تساعد الاجهزه الامنيه على الدفاع الهجومي.